السلام عليكم. تمت بمناسبة الاحتفال بذكرى أول نوفمبر، تم تدشين متوسطة ببلدية سطيف، واللي كما نعرفوا أنه الولاية تاع سطيف أصبحت رائدة في بناء المجمعات المدرسية وطراز يعني جيد جدا. انا طراز هذا يعني بالنسبه للمدارس المجمعات المدرسيه والثانويات، يعني طراز مقبول جدا، يعني فيه تطور كبير في المقاييس تاع البناء تاع المتوسطات الثانويات. في السنوات الاخيره هذه عرفنا نشفنا المدارس والثانويات كيف كانت تبنى من قبل، يعني سيمان وبيطون وصاي منيزيري اون بوا، وامور فريمون سومير كما نقولوا، حاجه ابيبري. اما الان فيه نوعيه، يعني نيفور، نحسوا بلي كاين مجهود لاعطاء الاحسن. هنيئا للشباب ولايه سطيف، والسلام عليكم.